رسول الله يدخل على خديجة بمفردها، يجدها تتكلم، يقول يا خديجة مع من تتكلمين؟ تقول يا رسول الله إن الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني، هو يكلمني. ففاطمة محدثة، وفاطمة محدثة، محدثة لما كانت تحدث أمها وهي جنين في بطنها، ومحدثة لما كانت الملائكة تحدثها وقد جبرائيل كان يعطيها العلوم وهي تدونها. ولذا سمي كتاب فاطمة، مصحف فاطمة. والبعض يحاول أن يتهم الشيعة، يقول عندهم قرآن غير القرآن. لا حبيبي، مصحف مو من أسماء القرآن. إحنا نسمي القرآن مصحف، ولم ترد هذه الكلمة في نفس آيات القرآن تدل على القرآن، إنما مصحف يعني كتاب. لما نقول مصحف فاطمة يعني كتاب فاطمة، وهذا فيه من علوم البلايا والمنايا والغيبيات التي كانت تحدث بها من قبل الملائكة، وكان علي يكتبها لها. وهذا الكتاب ليس موجودا، إنما بيدي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. كتاب مصحف فاطمة وجامعة علي بن أبي طالب. ففاطمة ولدت من طهارة وثمار الجنة، ولذا قال النبي لولا علي، يعني لولا وجود علي بن أبي طالب عليه السلام، لما وجد كفء لفاطمة من آدم فما دونه إلى يوم القيامة. يعني حتى الأنبياء ليسوا كفءا لفاطمة إلا علي بن أبي طالب. السبب